حسن. اسم الله عليك. والله العظيم قلبي كان حاسس، وعشان كده انا جيت هنا وجعان. كنن على معاد. وانت مش قلبك كان حاسس؟ هو اللي يقول لك قلبي، وربنا يخليكي ليا. انت عامل كيف؟ انا بخير طول ما انت بخير وفاكراني. الحمد لله. همشي انا دلوقتي لحسن حد يشوفنا ويحصل اللي حصل المره اللي فاتت. طب بس كلمه واحده بس. الحكيمه عاطف؟ ايوه جات لي وقالت لي. ايوه بس انت ما اديتيهاش رد شافي. طب بس امشي دلوقتي. طب قولي لي حاجه تصبرني، ما تسيبينيش اتقلع على النار كده. يا نصيبتي، وعمين اللي هناك دي؟ روحنا في داهية. اجري يلا. استنى هنا. عاوزك تعدي على الزريبة تختار 3 أوزي زينين وتديهم للواد زهيري يذبحهم ويسلخهم ويبعتهم لينضاف. بس تعمل كده قبل ما تروح هنا ولا هنا، واقعد ادور عليك ما لقاكش. وبعد كده عاوزك تروح. واه، ايه ده كل ده اللي انت عاوزاه يا سكينه؟ مش فرح يا دندراوي وناس جايين من هنا ومن مصر؟ هم هيعملوا فرح. انا ما حدش قال لي، بس انا احب اعمل حسابي في الوقت بدري عشان ما تزنكش بعد كده. والله انت ما في زيك يا سكينه. ان شاء الله تسلم يا دندراوي. ايه يا بيت، كانك جاية تجري. غلب تفهمك ووعيك انك ما بقيتيش عيلة صغيرة وانك كبرتي. هي كبرت يعني؟ هو احنا في حاجة سقيانا المر غير ان الناس وعيالها كبرت؟ على قولك والله. يلا هني معاي عشان نحضر لليل الست تميمة. هم خلاص؟ هم ليه؟ زمنتها الناس والدنيا كلها هتاجي هني. عقبالك يا حسن. يلا يلا همي، احسن دندراوي وراه شغل هيجيب الناس من مطار لوكسور. حاضر، بس الاول هجيب الطبله من جوه واحطها في الشمس عشان تتشد. طبله؟ واحنا مش هنطبل هنحرقس كمان. شوف البيت كمان. ايوه، هي ليله الست تميمه ولا ليله اي حد اياك؟ واحنا بنفكر هنعمل ايه وهي بتفكر في الطبله. ويقولوا كبرت قال. يلا يلا يا بنتي. هتلاقي التذاكر بتاعت انتي وتامر وبهيجة في شركة طيران في المطار. وتامر كمان؟ طبعا، ده تامر قبلك.
ولو يعني نويتي تتدلعي وما تجيش انت حره، بس تامر بقى لازم يجي كده اهو. اه طبعا. امال انت فاكره ايه؟ لا هاجي طبعا، بس مش علشان خاطرك انت، علشان خاطر تميمه. ايوه كده، انا بحب الادب على راي بهيجه. اسكتي، دي عامله فيها شويه عمايل. انت هتقولي لي؟ انت عارفه انا هقفل معاكي دلوقتي وهطلبها على طول، انت عارفاها قماصه. طبعا هتقولي كلمتي مروه وما كلمتنيش. بس بلاش تامر والنبي. ليه بقى؟ عشان المدرسه يا رقيه. يا بنتي مدرسه ايه، ما تحبكيهاش قوي كده. دول كل الحكايه 3 ايام، فيهم كمان جمعه وسبت اجازه. انا بهزر معاك يا حبيب قلبي، انا سامعاه. عشان خاطري بقى يا مروه خليكي، ليكي عليا، انا هذاكر له بنفسي وهركبه كمان حصان. انا هخليه يقضي اجازه ما حصلتش. ويركب حصان كمان؟ ايه شش لحسن، والله انت عارف. لا لا خلاص. رؤية افندم. نيازي جاي طبعا. مش هقولك. يلا بقى اقفلي، خلاص وقتك انتهى معايا. يلا باي. غريبة قوي علاقة الست دي بجوزها. علاقة ايه؟ علاقة مروة بالنيازي. ايه رأيك؟ مظبوط عليا؟ الفستان مظبوط قوي. بس على فكرة أنا متغاظة جدا، أنا مش عارفة ليه بابا مصر يعمل الخطوبة هنا يعني. يا بنتي هتفرق معاكي ايه؟ على الأقل في الكوافير والمصور. يا ستي لو على المصور هقول لبهيجة دلوقتي وهي جاية تجيب المصور بتاع الجورنال بتاعها. أما بقى حكاية الكوافير فأنا صحيح أستاذة قانون، لكن ده لا يمنع إني أحسن كوافير في مصر وهتشوفي بنفسك. سعادة الباشا، من يوم حادثة سعادة المستشار جنين بيه ألف رحمة ونور عليه، في حاجة حصلت منين إحنا بيت أبو منصور لا سمح الله؟ يمكن ده علشان الأمن المركزي كان عندكم في البلد. طب ما الأمن المركزي ساب البلد ليه أسبوع دلوقتي ولا فيش حاجة حصلت؟ الدنيا هادية 24 جراتها. أنا أخشى إن ده يكون الهدوء اللي بيسبق العاصفة. يعني إيه؟ مش فاهم سعادتك. لا ما تاخدش في بالك، إنما أنت يعني ساكت يا حاج ربيع. لا إله إلا الله. حاجه ليه سعادتك؟ أديني بسمع. وهو قال لي سعادتكم علي فيه الفايدة. طب حيث كده بقى ما نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل صلح بين العيلتين، نفتح بيه صفحة جديدة. ايه رأيكم؟